كان ناخد اجراء في هذا الموضوع. في عندنا كمان فترات تانية وعندنا بعض المناطق المحرومه يعني اللي هي في اشد الاحتياج الى وجود مدارس. محتاجين كم فصل؟ لما حصرنا المجموعه الاولانيه المتعلقه بالكثافات عشان ننزلها احنا محتاجين حوالي 53,000 فصل. 53,000 فصل. تمام. في الفتره على مستوى الجمهورية. من هنا لغايه سنه 2018 ومحتاجين عشان نلغي الفتره الثانيه زيهم 52,000 فصل. ومحتاجين عشان نسد احتياجات المحرومه 30,000 فصل. يبقى دول 138 او 137,000 فصل. احنا محتاجين كل ده هنقدر ننفذه في قد ايه؟ اقول لسيادتك حاضر. وبعدين محتاجين عشان نواجه الزياده السكانيه السنويه حوالي 15,000 فصل تقريبا. المهم مجموع دول حوالي من 150,000 فصل ل 155. دول تكلفتهم كده تقترب من حوالي 50 مليار جنيه. 50 مليار جنيه؟ تقريبا. هنعمل ايه؟ هنجيب هنعمل 50 إيه؟ في استثمار هيحصل في مجال التعليم. انا اقول لسيادتك اهو. انا هشرح لك اللي حضرتك عايزاه. فكان لازم ان احنا نتصرف باكثر من طريقه. الطرق التقليدية ان احنا نلجأ الى الدولة ونحصل على تمويل من الحكومة ونبني فصول. الحكومة هتجيب لمين ولا لمين؟ بس يعني الحكومة مشكورة لما لجأنا لهم عايزين ايه؟ قلنا لهم تضعفوا لنا الميزانية المخصصة لبناء المدارس. انا بقول برضو مضاعفة الميزانية المخصصة لبناء المدارس وصيانتها، مش مضاعفة الميزانية بتاعت وزارة التربية والتعليم. لان الجزء الاكبر من وزارة التربية والتعليم ده متعلق بالمرتبات والمكافآت وخلافه، انما انا بتكلم على المبالغ المخصصه لبناء المدارس وصيانتها، والحكومه بالفعل وافقت على ان المبلغ ده يتم مضاعفته. لكن ده مش هيحل المشكله لوحده. قلنا طيب احنا هننفتح على القطاع الاستثماري، احنا عندنا المدارس الرسميه للغات اللي موجود، المشكله الكبيره عندنا في المدارس دي. لان الغالبيه العظمى من الطبقه المتوسطه عايزين يدخلهم ولادهم المدارس دي. يكفي ان انا اقول لك ان انا لغايه شهرين من بدء العام الدراسي في العام اللي احنا فيه ده 15-16 انا كان عندي ما يقرب من 55,000 طفل ويتنج ليست عشان يدخلهم رياض الاطفال في مدارس اللغات في محافظة القاهرة لوحدها. ما كنتش لاقي لهم اماكن. وزيها في كل المحافظات طبعا. فاحنا قلنا طيب احنا نتوسع في هذه المدارس. المدارس دي بتاخد مصاريف من اولياء الامور. بتاخد مصاريف بس مقبولة، تستطيع الطبقة المتوسطة انها تدفع مثلا 3000 4000 جنيه في السنة للمدارس دي، ودي عليها اقبال. قلنا طيب احنا هننفتح على القطاع الاستثماري بان احنا ندخل مع هذا القطاع نديله الارض بنظام حق الانتفاع وهو يبني المدارس. ولما حسبنا الحسبة لقينا ان المصاريف برضه هتبقى في حدود اللي هي قريبة من المصروفات بتاعة المدارس الرسمية اللي بتعملها الحكومة والناس عاملين ويتنج ليست عليها. وبالتالي هنا سألنا نفسنا هل المستثمر هيقبل؟ عملنا طبعا خدنا اجراءات كتير وعملنا لقاءات مع الناس وعرضنا على مجلس الوزراء عشان بس الوقت بتاع البرنامج وعلى اللجنة الاقتصادية وكل هذه الاجراءات خدناها. ولما حسبنا القصة دي لان زي ما قلت لحضرتك ممكن نعمل المدارس دي وتكون مصروفاتها فعلا مقبولة في حدود المصروفات بتاعة المدارس الرسمية للغات، ودي هتحقق استثمار آمن للمستثمر فبالتالي هيقبل عليها بعد ما قعدنا معاهم وسمعنا منهم. لأنه استثمار مع الحكومة واستثمار العائد بتاعه مقبول وكويس وعالي، وفي نفس الوقت أنا كحكومة أنا هبقى مستفيد لأن ده هيساعدني في أنه يبني مدرسة أنا مش هدفع فيها أنا حاجة كحكومة. بس الاستثمار لن يلغي دور الحكومة. استني بس لحظة أنا مع سيادتك أهو. اتفضل. هنا بقى الطبقة اللي مش متوسطة اللي هي الأقل شوية ده هيديني فرصة إن أنا اخد الفلوس بقى بتاعه التمويل الحكومي واروح ابنيها بقى في المناطق العشوائيه وفي المناطق القبليه وفي النجوع وفي القرى وفي المناطق الاكثر احتياجا، يبقى الكل استفاد. الطبقه المتوسطه وفرت له اللي هو عايزه، والطبقه الفقيره او الاقل شويه او الاكثر احتياجا انا كمان خدت فلوس الحكومه بقى اللي هو التمويل الحكومي. وانا بكرر ان الالتزام الاساسي للدوله المصريه ممثله في وزاره التربيه والتعليم ان تقدم التعليم لكل ابناء المجتمع المصري. فالحكومة بتضمن ده، وعشان كده الحكومة وافقت على ان يكون الموازنة المخصصة لبناء المدارس يتم مضاعفتها السنة دي ثم يتم مضاعفتها في العام الماضي، يبقى بالتدريج بيتم مضاعفتها. ضيفي على هذا ان احنا في السنة دي اللي هي 2015-2016 في تاريخ وزارة التربية والتعليم لم تستطع وزارة التربية والتعليم انها تبني في السنة الواحدة اكتر من 6,000 فصل. دائما العدد اقل من 6,000 فصل. انا لغايه اللحظه اللي مع حضرتك فيها دي 30/6 القادم انا يكون عندي 12,000 فصل، يعني تقريبا
مضاعفة العدد السنة دي مع بداية العام الدراسي يبقى عندي حوالي 16,000 فصل. يعني عندنا كمان احنا بنشتغل حتى ابتداء من العام 15-16 احنا بنشتغل بطاقة مضاعفة السنة دي يمكن مرتين، السنة الجاية هيبقى 3 مرات أو 4 مرات، وكل ده تمويل حكومي مش تمويل استثماري ولا داخل فيه المدارس الخاصة ولا حاجة. فاحنا عندنا اكتر من اتجاه احنا بنشتغل عليه، سواء كان من خلال الموازنات الحكومية او من خلال التعاون مع القطاع الاستثماري. المشروع بتاعنا شغال ان شاء الله في غضون شهر او شهرين على اكثر تقدير. هو دلوقتي حاليا اللجنة بتحط بس اللي هي شكل العقود وشكل الطرح هيكون ازاي والتعاون هيكون ازاي، انما احنا عندنا موافقة من مجلس الوزراء من حيث المبدأ لان احنا ننطلق في هذا الموضوع. فعلا احنا بنشتغل، عندنا مستثمرين كتير جدا ترددوا علينا ومنتظرين ان احنا مجرد ونخلص ونطلق هذا المشروع يبقى ان شاء الله بنتوقع ان احنا مع نهاية سنة 2018 نبدأ نتخلص من الكثافة الطلابية. نبدأ نتخلص تماما ولا نحس ان لا ما انا هرجع برضه عشان اصل ان احنا بنعلنه في برنامجنا اللي تقدمنا به لمجلس النواب الموقر واللي احنا ملتزمين به والناس تحاسبنا عليه، ان احنا بننزل الكثافة لغاية 45 طالب مع نهاية سنة 2018. مع نهاية سنة 2018 وفقا للبرنامج اللي تقدمته به للبرلمان المصري هينزل الكثافة عدد الى 45 طالب في الفصل الواحد ل 45 طالب بالظبط، كل اللي فوق ال 45 هيبقى عندي مرحلة تانية بقى اتخلص منها فيما بعد، وهي مرحلة الفترة التانية بتاعت المدارس، الفترة التانية. كمان انا في خلال هذه المرحلة اللي هي من هنا لنهاية سنة 2018 انا بغطي كمان الاحتياجات بتاعت المناطق المحرومة، لان انا عندي مناطق دي لك مثلا مثال مكان زي عزبة خير الله في حوالي 700,000 بني ادم لهم حقوق على الدولة المصرية، هم ابنائنا ايضا ولا بد ان احنا فعلا نهتم بيهم. هذا التجمع السكاني الضخم ما عندوش غير مدرسة واحدة، هل هذا معقول؟ نبحث لهم عن اماكن دلوقتي، وبالفعل وفرنا لهم اماكن قريبة لان العزبة نفسها مش فيها اماكن فوفرنا اماكن وبدأنا نبني لهم مدارس دلوقتي علشان خاطر نوفر لهم اماكن لهذا العدد الكبير اللي في تجمع واحد واللي ده بنعتبره من المناطق الاكثر احتياجا. طب سيادة الوزير، يعني انا قريت خبر من كام يوم انه في بعض مديريات التربية والتعليم بترجع فائض فلوس في الميزانية لوزارة التربية والتعليم في الوقت اللي احنا مش لاقيين فلوس علشان نعمل فصول فصل علشان نقلل الكثافة. طب انا اقول لحضرتك حاجة، هو اللي